ايه اللي حصل؟ اما تبقى ترد عليا كويس ابقى اسمعك. انت ايه يا اخي؟ ولادنا امانه في ايديكم. ايوه جاني ما اجيبش ارباط. مسلسل ولاد ناس بداية كده انا متشرف ان انا بقدم المسلسل ده، ومتشرف ان انا بقدم الكاركتر بتاع يحيى ده، وفي نفس الوقت سعيد برد فعل الناس. انا كنت مستني رد فعل حلو، بس الرد فعل طلع اضعاف ما كنت متخيل. يعني المسلسل ده انا دخلته او وافقت عليه رغم انا كنت قررت انا مش هدخل رمضان خالص، بس انا من الممثلين ما بحبش امشي في سكه واحده، فتلاقيني العب شر والعب خير والعب ما بين واعمل كاركتر، يعني ما بحبش حد يحصرني في شكل. فهنا لقيت موضوع الكاركتر الخير اللي هو بني ادم طبيعي، مش اللي هو خير 24 ساعه، ده هو بقى خير لانه اتعلم من حاجه حصلت له فبقى انسان سوي من خلاله. انا كنت مبسوط ان الناس انا نفسي اتعلمت من المسلسل، يعني انا نفسي اتعلمت التعامل من خلال اللي كاتبه الاستاذ هاني كمال. انا اتعلمت يعني في حاجات، التعامل مع الطفل، التعامل مع ابنك، حتى التعامل مع الحياه والتعامل مع القدر والتعامل مع رسائل ربنا ليك، فكره ايمانك بان ربنا مش هيسيبك لما بتبقى انت يعني صادق مع ربنا فربنا بيحميك. يعني في حاجات يعني قد تكون فيها روحانية وفي نفس الوقت فيها منطق. احنا كنا متعمدين يبقى في دفء في العيلة دي، شكل البيت وسط شبه الأغلبية، الحالة الهارموني اللي يعني مثلا أنا على طول قاعد مع مازن ومع جمانة قبل التصوير، أنا ورانيا كده أصلا في بيننا تفاهم لأن إحنا أصلا بادئين مع بعض وفي عشرة أصلا، يعني في تفاهم كبير بيننا وبين بعض، وكان كل اهتمامي بالأولاد حتى لو سألتيهم، وكنت دايما على طول قاعد معاهم ونتكلم ونهرج عشان نوصل اللي وصل للناس ده، والحمد لله كان تمام. ده زائد ان مازن وجمانة انا شايف ان هم من الناس اللي لهم مستقبل حلو قوي في التمثيل.